بلش كونسبت هوتي ديتوكس ب 2009، يعني تقريبا 12 سنة الحمد لله بالسوق، و500 ألف صبية مجربته وملاقية الريزلتس. ليه بلشنا؟ لأي شخص حابب يتحرر، بقلن للمشتركين يتحرر من قيود الرجيم والدايت والجوع وعد الكالوريز والسعرات الحرارية والكيتو وكل هالأشياء يلي بتلبك. وعندي كتير ناس ما عم بتساعدهم، لأنه ليه بيصير يوم يومين وبيوقفوا؟ أول شيء لأن في جوع، وحتى لو عم بيكملوا، إذا أنت جسمك منه منظف من السموم ومن الفضلات يلي عم تتراكم من خلال الجو، أكلنا، الجيناتكس، الأبي جيناتكس، الكبد ما عم بيقدر يحرق الدهون. حلو. وهلأ منحكي أكثر على وظيفة الكبد يلي هي شغلتها تحرق الدهون. شغلة الكبد يحرق الدهون وينظف الجسم من الأدوية، من المخدرات، الكحول، الميك أب، كل هول. سوقت الليفر، الكبد overloaded، فيه overloaded by toxins، يعني فيه كمية هائلة من السموم، صفى عم بيوقف عملية حرق الدهون لحتى ينقذ الجسم. وهون بيجي كونسبت الديتوكس وخسارة الوزن، انه وقتها عم ننظف جسمنا من السموم، عم نخسر 3 إلى 4 كيلو بالاسبوع، وما عم بحسوا بجوع وبنهم حلو. يعني احنا دائما بدنيا بنحكي عن اسلوب الحياه الصحي. صحيح. اكيد موضوع التخلص من السموم هو جزء اساسي، لكن هل نوعيه من المنتجات او الهوتي ديتوكس تحديدا بيغنينا عن الرجيم، بيغنينا عن الرياضه؟ شو بنتوقع نتيجه؟ دانا انا كثير مبسوطه سالتي هالسؤال، لانه هيدا اكثر سؤال بيجي. هوتي ديتوكس هو اعشاب عندها بروبرتيز تحرق دهون، تخفف الشهية، تعلي الميتابوليزم، عندها نيوتروبيك إفكتس يلي بتخليك أنت ما تفكري بالأكل. مش مثل وقت تاخدي حبة قطع الشهية بتحسي معصبة وبديك تاكلي بس ما قادرة، هيدي أنت ما عم بتفكري بالأكل. سو أنت وقتها تشوفي حالك عم تضعفي، ما عم بيطلع عبالك البرجر، ما عم بيطلع عبالك التشيبس والمناقيش والبيتزا، انت اوتوماتيكلي ما عم بتحسي حالك انك عم تاكلي هيلثي. وهيدا الكونسبت، لانه نحن وقت عم نترك حالنا نجوع عم نروح للي موجود قدامنا، بس نحن اذا مش جوعانين عم ناكل وقت اللي لازم ناكله، عم نقدر نعمل خيارات احسن. وانا دائما بقول هيدا، يعني في كتير صبايا كلنا دانا منعرف لازم ناكل هيك ولازم نشرب هيك ولازم يكون وزننا هيك، بس صراحة الأغلبية خاصة اللي عندها وزن كتير منا قادرة. صح. لأنه لو قادرة تعمل ريجيم، لو قادرة تاكل صحي، لو قادرة تتبع دايت، كانت خسرت وزن. نعم. ما بيكون الأوبيزيتي السمنة من أكبر عوارض للأمراض بالعالم. نعم. سو هيدا مساعد لأي شخص عنده دهون عنيدة ما قادر يخسرها من الدايت، أو ما قادر يلتزم بدايت، أو شخص مسافر. نعم. حابب ياكل مثل أنا هلأ بالأردن، اسم الله على مناقيش الأردن وجبنة الأردن، طب شو بدنا نحرم حالنا؟ منشرب هالفنجان الصبح وهالفنجان الليل، وهلأ منحكي عن كيف استعمل المنتج، وخلاص الضمير ما بيأنبنا والميزان ما بيتحرك بينزل. رح نحكي كل شيء، رح نحكي الأعراض الجانبية شو بميزه للمرأة الحامل، لكن قبل رح ننتقل لبعض السيدات اللي جربوا الهوتي ديتوكس، وبنكمل حوارنا مع دكتورة شانتال. هاي أنا منى، أم لثلاث أولاد، فأنا كان عندي حواس إنه أضعف، يصير عندي فلات تامي، فلات بطن مفتح. جربت كتير دايتيشنز، جربت كتير ديتوكس تي اللي كل بسمع عنه، ما حدا يدل عن حدا إلا ما روح جربوا حبوب، ما خليت شيء، ما كان في شيء ينفعني. بالصدفة مرة شفت انترفيو مع دكتور شارو، سمعت عم بحكي مع رفقاتي، قالوا لي نحن مجربينه، واو شيء بعقد. بالفعل جربته، بنصح مين ما كان، يعني هاي نصيحة من ام عندها ثلاث اولاد، يجربوه، لانه شيء بعقد، شيء بضعف بدون ما تحسي لا بجوع لا بتحسي بجوع ولا شيء، بتضلي نشيطة، بطنك بصير مسطح، شوفوا بطني انا كيف هو مسطح، بعقد بعقد بعقد. اي واحد، اي مدام بتحب تضعف، ايفن للرجال، جربوا نصيحتي، جربوا الديتوكس تي. وانا انا بشتغل عند دكتورز،
وهن تفاجئوا في كيف هالقد ضعفتوا بهالسرعه. ف مش عم بحكي لجامل اما شيء لانه انا شيء مجربته لو ماني مجربته ما بحكي عنه. مرحبا يا صبايا، كيفكم؟ انا اسمي زينه وانا استعملت الهاري ديتوكس، استعملته اليوم كل يوم بكير وليلة ايه ليلة لا بعد العشاء، يعني عن جد تغيرت حياتي. انا استعملت كل شيء لنزل وزن، ضليت 14 سنة عم حاول نزل وزن وما يشتغل، بس بعد ما لقيت الهولي ديتوكس الشاي هو يغير حياتي، نزلت 13 كيلو. بجوكم يعني استعملوه وجربوه، بس عن جد يعني you're not gonna turn back, it's an amazing product, ان شاء الله you will love it. مين تدعفوا بطريقة كتير نظيفة ومعش جوع كتير ما قالكم الا حاتيتي. يعني كنا عم نحكي مع دكتورة 12 سنة هذا المنتج له وشميت الريحة، وكل سنة منطور فيه لأنه العلم بيتطور، العلم بالضبط والدراسات، وهون عم الريحة شو ريحة مانجو. حلوة بالفعل كتير حلوة. سؤالي لك دكتورة شنتال، دائما موضوع المنتجات اللي علاقة بخسارة الوزن منخاف منها، صحيح انه شو في اشي ممكن يأثر على الصحة، أعراض جانبية، حكينا أكثر عن هذا الموضوع وشو بيميزه أيضا عن غيره من المنتجات. دانا أنا وقتها بلشت فكرة هوتي ديتوكس كانت أول شيء لساعد حالي، لأنه كل المنتجات اللي بالسوق ما كانت تمشي، أنا كان وزني فوق 115 كيلو. والفرق بينه أنه إذا أنت وزنك 60 ما عم نعطيك إلا وزن 100، كله مشخص وكله أعشاب طبيعية هاند كرافتد حسب العلم، ونحن كل سنة منطورها. وعندك كمان جايدنس، يعني نحن معك خطوة خطوة، بس مثلا يلي وزنها تحت 65 كيلو بس عندها شوية بطن، شوية خواصر، شوية أردف، ما عندها سمنة زايدة، عندها المستوى الأول. يلي وزنها مستويات أكثر. مش هذا المنتج، لا لا، في ثلاث مستويات، وفي يلي متجهة للعمليات وخلص فقدان الأمل، أنا بقول أعطيني ثلاث أشهر من حياتك وما بتحس بالجوع مرة، وأربعة كيلو بالأسبوع بتنزل نزلي على مسؤوليتي بالليفل 3، بس هيدا برنامج 3 شهور. كل شيء تاني برنامج يلي بس عندها 10-15 كيلو، برنامج نعم. شهر. سريعا دكتور، المشروب اللي جنبك تحكي لنا عنه، بنحكي كمان كيف يستعملوا، شو الروتين للصبح وللمساء والعروض والطلب. صحيح، هيدا نفرجع الكاميرا المورنينج ديتوكس هلا، لانه الطقس الجو حر عملته مثلج مثل ستاربكس، اللي بحب قهوة ستاربكس. حطيت فيه شاي الصبح الموكات شاي، تمام. وحطيت كولاجين بدل الحليب والكوفي ميت، لانه فوق ال 25 سنه نحن بحاجه نتمم جسمنا ببروتينات الكولاجين لتبقى الجلده شاده، لحتى يبقى الشعر عابي، والميتابوليزم يبقى يبقى شغال. لانه حكينا بهديك الحلقه وهي على صفحتي يوتيوب وعلى صفحتكم وعلى انستغرام، كمان اللي عنده اي سؤال يتجه على انستغرام او على واتساب على الشاشه يتصل فينا. الكولاجين كثير مهم لانه عم باخر الشيخوخة الخلياوية أو cellular senescence اللي هي بتسبب الوزن مع العمر بالبطن. حلو. طيب كمان بدنا نذكر إنه في عروض خاصة للي بيتابعونا وكيف يطلبوا المنتج. لا أصدقائنا من رؤية يلي منحبهم كتير، عنا عروضات كتير حلوة. أول 20 طلب بيطلعوا الكولاجين بروتين مع كل علبة هدية، والعلبة نحن ما حكينا على محتوى العلبة لأنه صرنا حكينا كتير، بس نقولها سريعا للمشتركين الجداد، بيجي فيها شاي الصبح بتاخدي 10 دقايق قبل الفطور، طعمة موكا، طعمة مانجو. شاي الليل هيدا 97% من الصبايا اللي بيشربوه بيوعوا نص كيلو أقل وبطن مالس على الأكيد 100% عن شوكولا. وعندك البونبون قاطع الشهية الجاميز الصبح وبعد الظهر او بالليل، هي كلها بتجي بالعلبه مع متابعه، وبيطلع لك لمشاهدين رؤيا خصم 15%، توصيل مجاني وين ما كنت بالعالم، والكولاجين بروتين فول سايز. يعني تواصلوا معنا عبر الواتساب، قولوا لنا انتم من رؤيا ونحن بنهتم فيكم من القلب. اذا يستخدموا رمز رؤيا ويطلع على التطبيق هاتي ديتوكس على انستغرام، كمان على فيسبوك، على تيك توك، وين ما كان نحن. حلو. في سؤال، المرأة المرضعة يعني اللي منجب جديد وبتكون عندها مشكلة زيادة الوزن، شو بتنصحيها؟ عنا شاي خصوصي إلها، عنا بروجرام تيتوكس اسمه هاتي ماما، هو فيه أعشاب بتقوي إنتاج الحليب،
فيها اعشاب بتشتغل مع هرمونات بعد الحمل وبتعلي المود، لانه نحن بنعرف postpartum depression is a problem، وبتعطي نشاط واكيد سيف على البيبي. كل منتجاتنا سيف وما عندها اي عوارض جانبيه، لانه نحن ميد ان دي يو اس اي اف دي اي ابروفد فاسيلتيز، وكلها اعشاب طبيعيه. نعم موافق عليها وصحيه. نصيحه اخيره دكتوره، نصيحه شو بتحبي توجهي لكل اللي بتابعنا؟ يعني أصعب خطوة واحد يبلش، متى ما بلشتي خلص بتصير عادة، وقت تشوفي النتيجة، وقت تشوفي أنك عم تنزلي عن الميزان وما عم بتجوعي. وأكتر نصيحة بقولها أنه التجويع ما بيودي لخسارة الوزن، يعني هيدي جربتوها أنتو، كلنا جربناها 100%. بدي أشكرك دكتورة شانتال شارون، مؤسسة ومديرة هاتي ديتوكس. يعطيك ألف عافية. شكرا دانا. شكرا.